رعى وزير العمل فعاليات حفل تخريج متدربي مشروع الأوتوترونيكس المتعلق بمجالي الكهرباء وإلكترونيات السيارات الحديثة وسكرتارية وإدارة المكتبات. هذان المشروعان جاء بدعم من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني للمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب. لا شك بأن انعقاد مثل هذه الورشات العمل والتدريب لشبابنا وشاباتنا له من الأهمية في تعزيز مفهوم ثقافة الاعتماد على الذات والتشغيل الذاتي. وكما تعلم في كتاب التكليف السامي لجلالة الملك حفظ الله إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني ملقي، كان هنالك تركيز على أن هذه المرحلة مرحلة تشغيل وليس مرحلة توظيف. ولجامعة البلقاء التطبيقية وصندوق التشغيل والتدريب المهني لهم دور كبير في هذا، والشكر لهم في هذه المبادرة الطيبة لتأهيل أكبر عدد ممكن من شبابنا والشابات لتأهيلهم لدخول سوق العمل.